بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. مشاهدينا الكرام، متابعين برنامج الجريء، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الجريء. معلش النهاردة طلعنا نص ساعة متأخرين، طبعا الجو هوا ومطر بره، وإن شاء الله خير من عند المولى عز وجل. نبدأ حلقة اليوم بمحورين. أول محور طبعا هنطلع تقرير خارجي مع السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، وطبعا هيصرح لبرنامج الجريء عن بعض المناطق العشوائية وبعض المناطق الحيوية بالمحافظة من كورنيش السويس الجديد. وطبعا معانا المحور الثاني، هنتكلم طبعا عن حزب الحرية المصري اتجاه محافظة السويس، طبعا تحت رعاية النائب السابق جلال مازن، وطبعا تحت رعاية الأمين العام للحزب بمحافظة السويس الأستاذ شريف عيسى، طبعا صاحب شركة أيسل للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير. هنبدأ طبعا الحلقة، العالم كله بيتكلم على الموضوع ده، فيروس طبعا كورونا. ربنا يرحم المصريين من الموضوع ده، لان الموضوع ده زاد قوي، وياريت الناس تبقى ملتزمة. احنا جالنا دلوقتي خبر طبعا تشميع محلات محافظة السويس المخالفة طبعا لقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. الناس طبعا اللي قالوا احنا هنقفل والكلام دوت، وفتحوا تاني ونزلوا الشيش وفتحوا المطاعم والكلام ده تحت تعليمات السيد المحافظ. طبعا نزل دلوقتي في الشارع في محافظة السويس السكرتير العام للمحافظة اللواء طارق عبد العظيم، وطبعا السيد الحكمدار اللواء حسن ترك، ومدير الأمن العام لمديرية أمن السويس اللواء عيد سعيد، بالجهاز التنفيذي ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق ورؤساء مباحث الأقسام، نزلوا يشمعوا المحلات المخالفة. يعني الناس اللي ما التزمتش بيتم دلوقتي في محافظة السويس أو في أي محافظة ما من 27 محافظة بيتم تشميع المحلات المخالفة لقرار رئيس الوزراء. يعني يا ريت احنا عاوزين بس اسبوع تاني نلتزم ونقعد في البيوت، عشان الموضوع بجد خطير. الموضوع مش زي طبعا يعني اي مرض جه وعدى مرور الكرام، لا، الموضوع فعلا خطير وناس كتير اتصابت منه وناس بتموت. شفنا ايطاليا يعني العدد بقى قد ايه، وشفنا الصين ايضا يعني نسبة 66% أو 70% الناس اللي عدوا من فيروس كورونا. ياريت احنا نلتزم شوية. المولى عز وجل قال ادخلوا مصر آمنين، احنا ما بنقولش حاجة. المولى عز وجل ذكر مصر في القرآن، ومصر اتذكرت 6 مرات. يعني ياريت نحافظ على بعض، بلاش السلام، بلاش الاحضان. احنا بنشوف بعض يعني بنكون لسه سايبين بعض من 10 دقايق، بنشوف بعض في مكان تاني، بناخد بعض بالاحضان اكني لسه جايين من السعوديه او من الكويت او من اي دوله بره. يعني يا ريت نحافظ على بعض شويه. النهارده الناس ماشيه بالبخاخات في الشارع، الجوانتي، الكمامات، الكلام ده. احنا بس عاوزين اسبوع تاني ان شاء الله وهنعدي من الازمه دي. نحافظ على بعض ونخاف على بعض ونقعد نلتزم. الجامعات قفلت، المدارس قفلت، الدروس الخصوصية، المراكز الخصوصية طبعا نزلت عليها حملات قفلتها. وانا عارف اصحاب القاعات اللي هم طبعا يعني كانوا واخدين حجز للافراح والاعياد الميلاد، فعلا الناس عندها حق عشان واخدين عربين من الناس، وطبعا مش هيعرفوا يسدوها. اللي دفع
لفرقه او لدي جي او لايجار ليه متاخر عليه او الكلام ده، مش عارفين يرجعوا العربين. بس يا ريت نلتزم، والالتزام ده ان شاء الله هيجيب نتيجه خلال الاسبوع القادم. واحنا المصريين امه في رباط ليوم الدين. وطبعا الناس اللي قاعده بره على الشاشات الماجوره الفضائيه اللي فرحانه قوي في مصر وعماله فرحانه قوي في المرض، يعني مش بعيد المرض ده يكون عندك وانت مش حاسس، يعني عشان انت عمال تتريق على الناس اللي جالها المرض ده. يا ريت لو يعني الاستاذ محمد عزت المخرج جاهز بتقرير السيد المحافظ في محافظه السويس، طلعني كده نسمع تقرير السيد المحافظ ونرجع تاني. السويس وهذا الفيو السويسي الجميل اللي هو بيتم تطويره، اللي هو متنفس لجميع اهالي السويس. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا معانا، اعتقد كل السويس فاكره المنظر دون، وفاكره قد ايه الخناق اللي كانوا بيتخانقوه معانا، ويقول لك شاطئ ريكس، كلكم فاكرين، ويمكن انتم من ضمن الناس اللي كنتوا بتقولوا لنا شاطئ ريكس، وجايين شفتوا المنظر النهارده. انا هسالك انت بالامانه، ايه رايك؟ وانت هاني ايه رايك؟ اعتقد انتوا اللي ممكن تردوا على الناس. اعتقد منظر زي ده منظر يليق باهل السويس وبمحافظه السويس، واعتقد ان الدنيا هنا طالعه لقدام. احنا كنا بنمر النهارده لان عايزين نعمل افتتاح للمنظر ده، لكن انا مش هسمح ان انا افتتح المكان ده ولا اجيب معالي رئيس هيئه قناه السويس ولا الفريق مهاب مميش اللي هو اللي ابتدى معانا هذا المشروع، ونيجي نفتتح هذا المنظر ويبقى فيه ملحوظه واحده حتى لو دهان نقط. لازم كله يبقى 100%، لازم اهالي السويس تيجي تستمتع بالمنظر 100%. هنعمل له شركه امن وشركه حراسه، وهنعمل له شركه نظافه، بحيث ان المكان ده هيفضل يحافظ على رونقه على طول ان شاء الله. واللي انا بقوله ان ده هيبقى مكسب ومتنفس لاهل السويس بالكامل. انا دوري بعد ما هنفتتح ده ونجيب له شركه الامن وشركه النظافه وهنحط الباسكت اللازمه وكل الاعمال اللي هتتم هنا، هيبقى خلص. هيبقى فاضل دور مين؟ المواطن السويسي اللي يحافظ على المكتسب اللي هو بيكتسبه، وما يسمحش لحد انه يغلط او يبوظ او يعمل اي حاجه خطا في هذا المكان. طب نوعي المواطن بيه، نوعي بيه المواطن السويسي، نقول له انت سويسي، عشان احنا شايفين تحت البرجولات يعني بيتزا، وشايفين يعني ثقافه، يعني انا معتبر اني مش شايف المنظر دون لغايه ما نيجي نستلم، ولغايه ما شركه الامن والنظافه تنزل، ولغايه ما نركب الصناديق اللي احنا وجهنا بيها. واعتقد مش هيبقى في حجه للمواطن بعد كده. لكن انا اقول له ايه، انت سويسي، والسويس معروفه انها السويس الجميل النظيف عروس البحر الاحمر. ما اعتقدش واحد عنده عروسه هيبوظ منظرها. اكيد يا فندم، يعني وحضرتك اكدت على ان هذا المكان يعني بدون رسوم لابناء السويس، لكل ابناء السويس. تماما تماما، هم قالوا هيدفعونا وهيعملوا، طبعا مجانا. احنا عاملينه ليه؟ علشان الراجل السويسي والست السويسية والشيخ السويسي والشيخة السويسية والأطفال والدنيا كلها تستمتع وتبقى في حالة سعادة. هو ده غرضنا في الأول. عمل المحلات اللي هي بتقدم، هتقدم لهم كل أنواع الخدمات، ساعة والسخنة بالتأكيد الخدمات كلها تبقى متوفرة، يبقى منظر فعلا يليق بمحافظة السويس ضمن المخطط الاستراتيجي اللي ترنوا إليه محافظة السويس مستقبلا، علشان تكون من أجمل محافظات. زي ما حضرتك عارف إن إحنا عملنا هنا 16 محل، هيبقى فيهم كل أنواع اللي ممكن يرتاد الكورنيش يفكر فيه أو يحتاجه، بالإضافة لأن زي ما أنت شايف عاملين أعداد ببرجولات بأماكن جلوس ممكن المواطن يشتري حاجته ويقعد ياكلها ويقعد يشربها بشكل جيد وهو قاعد بيستمتع بالجو بتاع السويس الجميل. على مدار الممشى بالكامل هيبقى فيه 6 كشاك برضو بيقدموا المشاريب الخفيفة والحاجات الخفيفة للمواطن، بحيث إن شاء الله رب العالمين مش هنخلي مواطن يجي هنا ويفكر إنه يطلع من هنا يشتري أي حاجة من أي حتة، عشان نقضي على الباعة الجاهزة. مش يعني بصرف النظر، حتى إحنا فتحنا دون للشباب علشان خاطر نفتح بيوت جديدة، 22 منفس للشباب. احنا قلنا حتى لسن معين اللي هو السن اللي لسه ملحقش يعمل مشروع، اللي لسه ملحقش،
فاحنا كل غرضنا الخير للسويس والسعاده للسويس والسعاده للسويسه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق يا فندم، ونشوف السويس ان شاء الله من اجمل المحافظات الجمهوريه. هي اجمل فعلا، هي مش أجمل. من اجمل، هي اجمل الاجمل. وده كلام انا ما بقولوش متحيز عشان انا محافظ السويس. السويس طبيعتها خلابه وساحره، بس هو المهم نزيل شويه الغبار ونخلي بالنا منها ونحافظ عليها. خلصت المساله. التوفيق يا فندم. تقرير يتحدث عن نفسه طبعا، ده تقرير مشترك مع الزميل حسن زكي. طبعا الزميل حسن زكي تلفزيون القناة الرسمي الحكومي، كان تقرير مشترك طبعا مع السيد اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس. الراجل طبعا قال انتم كنتم معانا قبل ما المكان والشكل الجمالي ده يتم. طبعا ده مكان على كورنيش السويس الجديد بالمجان لأهالي السويس. طبعا زي ما قال السيد المحافظ، ده لشعب السويس، وياريت يكون في ثقافة عند المواطنين ويكون في تعامل أحسن من كده شوية. الناس بقى بتقعد هناك في المكان ده ترمي طبعا البيتزا، بترمي الكنزات، أزايز المية. احنا بنقول للناس يعني اهو محافظ السويس قال في التقرير ياريت نحافظ على مكانكم انتم، ياريت الحاجة اللي بتتعمل دي والشكل الجمالي لشعب السويس العظيم. وهنقول السويس جميلة بأهلها. انا معايا يعني من محافظة السويس على الهاتف غريب مراد، مواطن سويسي. مرحب بيك يا استاذ غريب. اهلا بيك يا استاذ هاني. مرحب بيك، نورت. مرحب بيك يا فندم، نورت بيك يا فندم، ومرحب بأسرة برنامج جريء للإعلام الجميل الإعلامي هاني واري. تحياتي لحضرتك يا فندم. منور يا أستاذ غريب. أستاذ غريب، إحنا كنا بنتكلم دلوقتي عن طبعا موضوع كورونا، وكنا بنتكلم عن محافظة السويس والتوعية. معايا يا أستاذ غريب؟ طيب حاول مع الاتصال، الخط اتقطع. زي ما احنا سمعنا السيد المحافظ قال ياريت يعني نحافظ على بلدنا، وياريت نحافظ على المنظر الجمالي اللي الجهاز التنفيذي وعلى رأسهم السيد المحافظ طبعا زي ما احنا شايفين، وقال الكلام ده بالمجان مش بفلوس لأطفالنا للشباب، وهيتم هناك محلات للشباب اللي ما خدتش حاجة من المحافظة بإيجار يعني بسيط علشان الناس تعيش هناك. وبكده هنكون انتهينا من طبعا تقرير السيد المحافظ. رجعنا تاني أستاذ غريب مراد معايا. معاك يا أستاذ هاني. كنا بنتكلم على طبعا تقرير السيد المحافظ من داخل محافظة السويس، وكنا بنتكلم على فيروس كورونا، وبنتكلم على التوعية. تمام يا فندم. اولا تحياتي بحضرتك يا فندم، والله يا استاذ هاني حته التوعيه دي ترجع للشعب. نعم طبعا. اولا اللهم احفظ مصر وشعب مصر، اللهم انا نستودعك مصر من اقصاها الى اقصاها، لان مصر ام الدنيا، ومصر طبعا يعني امنه ليوم الدين باذن الله تعالى. حته التوعيه يا استاذ هاني، طبعا المفروض ان احنا كشعب نتعاون كلنا في حته التعقيم، الاجراءات الاحترازيه دي واجب علينا كلنا. طبعا احنا شايفين الشعب السويسي على يعني ما شاء الله بينفذ التعليمات، تعليمات رئيس الوزراء، بالمحلات كلها قافله والدنيا جميله، بس برضك واجب علينا احنا كشباب ان احنا ننزل نشترك في التعقيم. وان شاء الله انا هبدا المبادره دي باذنك يا رب من بعد بكره باذن الله تعالى. مجموعه شباب معايا، شباب جميل جدا، شباب السويس، هننزل نشترك في التعقيم، تعقيم الشوارع، مش موضوع منازلنا وبس، نشترك في تعقيم الشوارع، الشوارع الخارجيه، المحلات، اي مكان يا استاذ هاني نقدر نشترك فيه، ونساعد نساعد بلدنا ونساعد محافظتنا باذن الله. واشكرك جدا طبعا على المداخله الجميله دي يا استاذ هاني وبرنامج. واحنا استاذ غريب رقمنا طبعا او رقمك في الكنترول، ان شاء الله احنا يعني هيتم الاتصال بيك، ننزل لك كاميرا جريء معاك. طبعا ده اقل واجب نعمله مع شباب
السويس او شباب مصر كلها. ربنا يبارك فيك يا استاذ هاني ويبارك في عملك ويبارك في صحتك طبعا، لان حضرتك طبعا كل الايجابيات او سواء ايجابيات او سلبيات احنا بنشكرك جدا كمحافظه السويس، وانا طبعا شاب من شباب السويس بشكرك جدا على شغلك ومجهودك واظهار كل الايجابيات سواء ايجابيات او سلبيات. تحياتي لك يا استاذ هاني. شرفت شرفت شرفت. كان معانا شاب طبعا من محافظه السويس اهو على الهاتف، قال احنا هننزل وهيتم التوعية وهنعمل حاجات كتيرة طبعا في محافظة السويس من خلال التوعية. وطبعا هم دول المصريين، هم دول الشباب المحترمين اللي ده بيبقى دورهم. وبنناشد طبعا من خلال شاشة الصحة والجمال وبرنامج الجريء على الهواء مباشر دور الأحزاب والجمعيات الأهلية. احنا قلنا اي حد هينزل يعمل حاجة محترمة وطنية في الشارع هننزل معاه بكاميرا برنامج الجريء، وده بالفعل حصل الاسبوع الماضي مع حزب الحرية المصري طبعا مع الامين العام بمحافظة السويس الاستاذ شريف عيسى. طبعا يعني نزلوا بميني باص او اوتوبيس مكتوب عليه حزب الحرية المصري بمحافظة السويس، ونزلوا يعني بحاجة ولقطة جميلة قوي في الشارع السويسي، وأنا كنت معاهم وبسيب بس مباشر من خلال صفحتي الرسمية. مش هنقول فرقوا وجبات، ولا هنقول يعني نزلوا فرقوا إزازة مية معدنية، ولا هنقول نزلوا ادوا أكل ولا شرب، لا كفاية اللي هم الناس نزلت وسلمت على كل عامل وكل مسؤول وكل جندي وكل شرطي في الشارع السويسي أثناء السيول وأثناء الأمطار. وشفنا أيام صعبة جدا في محافظة السويس عمر الكلام ده ما حصل. احنا نزلنا مع الناس دي ليه؟ لأن الناس دي نزلت بكل وطنية طبعا. ونزلنا معاهم ملعب السادات بنطاق حي الأربعين بمحافظة السويس، كانوا عاملين يعني حاجة جميلة كده على روح المرحوم اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق طبعا رحمة الله عليه. الكاس ده كان على روحه، وهو كان أصلا نائب رئيس حزب الحرية المصري، فطبعا احنا بنقول رحمة الله على الراجل. ونزلنا معاهم ملعب السادات طبعا عشان انا ما اتكلمش كتير. ياريت السيد المخرج الأستاذ محمد عزت لو جاهز لتقرير طبعا كاس اللواء حسن ناجي، طلعني نتفرج على التقرير ونرجع تاني. دكتور احمد القططي مرحب بيك في محافظة السويس. النهاردة احنا في ملعب السادات بمحافظة السويس طبعا حزب الحرية المصري عامل طبعا كاس على روح المرحوم طبعا حسن ناجي. نسأل الله عز وجل او داعين الله عز وجل ان يسكنه فسيح جناته. مرحب بيك في محافظة السويس. انا يعني مبسوط جدا ان انا في السويس، وبقول ان فعلا مدينة السويس الباسلة الناس الكرمة أصحابها، وأخويا شريف بيه عيسى أمين الحزب في هذا البلد، والنائب جلال برضو يعني احنا بنشكره، والحاج محمد، كل أعضاء الأمانة العامة بشكرهم في محافظة السويس. المصاب جلال، ولكن لما بتتعمل دورة باسم المرحوم دي بتخفف عنا كتير وبتخفف عن محبيه. وأنا باسم السيد الدكتور صلاح عصب الله رئيس الحزب حزب الحرية المصري والنائب أحمد مهنا وكل زملائي في الأمانة العامة، بنشكر أهل السويس لاهتمامهم، وبنشكر أهل السويس لأنهم تذكروا رجل كريم كان بيننا واستشهد في مدينة السويس. دكتور أحمد، ما هو العائد أو المترتب على محافظة السويس من حزب الحرية المصري؟ والله كل خير، لأن أنت عارف حضرتك أي تنظيم سياسي هدفه إن هو يوصل للحكم،
وبالتالي احنا بيبقى في مرشحين ان شاء الله قادمين من محافظه السويس انهم ينجحوا ان شاء الله في الانتخابات اللي جايه بامر الله، سواء رجالا او نساء او شبابا او فتيات. بنقول المراه طبعا لها دور، عمال وفلاحين كل الشرايح. مدينه السويس من ومحافظه السويس الميزه اللي فيها انها فيها كل ده. الحزب حاطط عينه كويس قوي قوي على محافظه السويس. الحزب بيفرز كوادر في السويس ومحافظه السويس، لانها ان شاء الله تكون في الطليعه الاولى في سواء في انتخابات مجلس الشيوخ او مجلس النواب ان شاء الله. امين عام طبعا محافظه السويس لحزب الحريه المصري. النهارده طبعا ضيوفنا منورنا الدكتور احمد القططي، وطبعا انا مش هقول طبعا الكلام اللي هو قاله في حقك، ولكن الوضع امامي من داخل ملعب السادات يتحدث عن نفسه طبعا بحضور الدكتوره أميمة مصطفى عضو الامانه العامه للتقييم والمتابعه، وبحضور طبعا الاستاذه بوسي الطنطاوي عضو الامانه العامه للتقييم والمتابعه. طبعا ضيوفنا شرفوا محافظه السويس. كلمتك النهارده لضيوفنا وعن كاس المرحوم طبعا اللواء حسن ناجي. اولا انا بحيي حضرتك من قلبي، وانا بتقدم بجزيل الشكر والتقدير للساده الضيوف اللي شرفونا، الدكتور احمد القططي والدكتوره بوسي والدكتوره أميمة، وبشكر وبتقدم بالشكر للدكتور صلاح حسن الله رئيس الحزب، والامين العام دكتور النائب احمد مهنا، وبشكر اهل السويس كلها ومدينه السادات بالاخص، واهل مدينه السادات والقائمين كلهم على هذا النشاط. ودي اقل واجب واقل حاجه نقدمها على روح المرحوم اللواء الشهيد حسن ناجي رحمه الله تعالى عليه. ضيفك مصطفى عضو الامانه العامه للتقييم والمتابعه، مرحب بيكي في محافظه السويس. ميرسي جدا، وانتوا شعب هنا جميل جدا، ودي حاجه معروفه عنكم من زمان ان دي ارض البواسل وارض الشهداء وانكم مصريين بجد. النهارده نورتي طبعا نطاق حي الأربعين وملعب السادات، شايفين طبعا حفاوه وشايفين طبعا شبابنا. نتكلم الاول النهارده نوعي الشباب بايه عن كورونا. حديث طبعا اكيد اكيد طبعا اكيد هو حديث العالم، والمفروض ان كل واحد يحافظ على نفسه بنفسه، يعني يكون بالمحافظه على انه استعمال حاجات ان هي يحافظ على نفسه بيها مثل الكحول والحاجات دي. ممكن ياخد باله برضه من الاسره بتاعته، ده بيتكلم الاباء وامهات يخلوا بالهم من ولادهم بالالتزام بالارشادات اللي الحكومه عاملاها بالحفاظ على صحه الاولاد وصحه الشباب عامة. النهارده طبعا كاس اللواء حسن ناجي رحمة الله عليه. طبعا كل ايه رأي شبابنا النهارده اللي طبعا وانا مبسوطه جدا جدا باللفته اللي حصلت، ومبسوطه اني موجوده في وسطيكم. النهارده طبعا كاس المرحوم حسن ناجي اللواء حسن ناجي. النهارده نقول ايه بقى من داخل ملعب السادات بنطاق حي الأربعين بمحافظه السويس. طبعا احنا نقول الله يرحمه، وفعلا لفته حلوه قوي من اهل السويس، وده مش جديد عليهم، ومش عارفه اقول ايه غير اني بجد بجد فخوره ان احنا كلنا ايد واحده وكلنا يعني قايمين بدور حلو قوي 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 قوي. كورونا حديث العالم كله، عاوزين بقى نوعي شبابنا، نوعي نسائنا، نوعي الفتيات، بناتنا، الناس اللي هي ما عندهاش مثلا وازع او وعي، عاوزين لهم وعي. احنا اهم حاجه ان احنا اللي هنحافظ على نفسنا باستخدام المواد اللي ذكرت، الكحول، الجل، الحاجات دي كلها لازم نستخدمها. ثانيا لازم نهتم جدا بعدم التجمعات، فعلا ما نتجمعش مجموعه كتيره عشان ده فعلا هو اللي هينشر المرض. لازم نوعي نفسنا بنفسنا. طيب عاوزين بقى نقول انت شايفه من وجهه نظرك مصر رحبين على فين؟ مصر دايما محفوظه ومذكوره في القران، مصر دايما ام الدنيا، مصر هتفضل الى الامام دايما. فما عنديش كلام تاني اقدر اقوله لك غير ان مصر.
طبعا التقرير يتحدث عن نفسه من داخل ملعب السادات بنطاق حي الأربعين بالسويس. طبعا سمعنا ضيوفنا وسمعنا طبعا الأستاذ أحمد القططي أمين عام المساعد قسم المتابعة بالمركزية لحزب الحرية المصري، وشفنا طبعا الأستاذ بوسي الطنطاوي عضو الأمانة العامة للتقييم والمتابعة، والأستاذ أميمة مصطفى عضو الأمانة العامة للتقييم والمتابعة. أنا معايا على الهاتف الأستاذ شريف عيسى أمين عام محافظة السويس لحزب الحرية والعدالة. مرحب بيك أستاذ شريف. مرحب بحضرتك يا أستاذ هاني. تعديل بس بسيط، وحزب الحرية المصري. المصري الحرية ولا المصري؟ آسف المصري. الحرية المصري. أهلا وسهلا بحضرتك وبحيي حضرتك وبشكرك على البرنامج الجميل. الله يكرمك. اللي حضرتك بتقوم بيه وعلى الدور الجميل اللي حضرتك بتقوم بيه في محافظة السويس بصفة خاصة. أستاذ شريف، طبعا حزب الحرية المصري بمحافظة السويس وحضرتك الأمين هناك العام للحزب. طبعا حضر الأستاذ أحمد القططي أمين عام المساعد قسم المتابعة بالمركزية، والأستاذ بوسي الطنطاوي والأستاذ أميمة مصطفى. طبعا كان هناك يعني فريقين بيلعبوا بعض، حاجة جميلة جدا على روح طبعا اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب وطبعا مساعد وزير الداخلية السابق. طبعا أحد الفرق هناك أخذت الكاس. كلمني على اليوم الجميل ده. والله ده يعني أول حاجة الحمد لله كان يوم جميل وكان يوم رائع، وكان اليوم دوت كان بيتم تجهيزه وإعداده من تاريخ 15/2 من بعد وفاة المرحوم بأربع أيام، وده كان منعقد الدور النهائي للدورة. طبعا اللي كان اللي قمنا بيه الحمد لله الفريق الكسبان تكريما وعلى روح رحمة الله عليه اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب، وطبعا تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ورئيس حزب الحرية المصري، وبناء على توجيهاته ان دي كان اقل حاجة نقدر نقدمها لأسرة المرحوم اللواء حسن ناجي على روحه من اهالي السويس، ودي حاجة مش جديدة على اهالي السويس ولا على شعب السويس يعني ان هم يعملوا حاجة زي كده، وده يعني من وجهة نظري ده كان اقل تقدير واقل تكريم لروح المرحوم رحمة الله عليه. أستاذ شريف، كنا مع حضرتك طبعا الأسبوع الماضي في إحدى شوارع محافظة السويس، طبعا كانت أمطار وسيول وكان ليكم دور كبير. طبعا شفت حضرتك بأوتوبيس معاك طبعا فريق العمل مع حضرتك اتجاه محافظة السويس. كلمني على اليوم ده. والله حضرتك ده كان واجب علينا، واجب على كل مصري مش سويسي وبس، واجب على كل مصري إن هو يشارك أجهزة الدولة بكافة منشآتها وكافة قياداتها، ان هو على الاقل خالص نقول للبلد ونقول للدولة ونقول للمحافظة احنا متواجدين معاكم واحنا بندعمكم واحنا بظهركم واحنا دايما انتوا رجال المهام الصعبة. اولا انا بتوجه بالشكر الجزيل للسيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور عبد الله نائب المحافظ وجميع القيادات التنفيذية اللي موجودة في السويس والاجهزة الامنية، لان فعلا كان عليهم حمل كبير جدا، وربنا سبحانه وتعالى يعينهم على اللي هم فيه واحنا معاهم قلبا وقالبا. احنا كنا بس نازلين نقول للاجهزه التنفيذيه لرجال الدفاع المدني ورجال الاحياء احنا متواجدين معاكم، احنا دايما كتف بكتف ودايما سند ليكم، وده دورنا وده اقل واجب نقدر نقدمه، لان دي حاجه الطبيعي ان هي المفروض موجوده فينا ان احنا نكون كلنا ايد واحده ونتكاتف مع بعض في المحن، ان احنا نكون متعاونين مع بعض. دي كانت اقل حاجه نقدر نقوم بيها كحزب وككيان حزبي مع اجهزه الدوله، فكان واجب علينا ان احنا لازم نتحرك ولازم نعمل كده معاهم ان شاء الله، وباذن الله في انتظار القادم افضل باذن الله مع الاجهزه المعنيه كلها، وربنا يعني يكرمنا ان شاء الله ونعدي كمان من كبوه الكورونا اللي العالم كله النهارده بقت حديث العالم، ان ربنا يكرمنا برضو. بنقول لهم احنا متواجدين معاكم، الشباب بتوعنا برضو متواجدين ونزلوا حملات تعقيم، وان شاء الله باذن الله متواجدين معاهم والقادم افضل باذن الله. استاذ شريف، طبعا حضرتك امين حزب الحريه المصري بالسويس، ما هو العائد او المترتب على محافظه السويس من الحزب؟ والله هو كل كيان حزبي بتبقى أهدافه واضحة وصريحة وكلها واحد ما فيش فيها اختلافات،
انا بس بطمن اهالي السويس بصفه خاصه ان شاء الله باذن الله احنا فاتحين ابوابنا لاهالي السويس كلها جميعا. اهلا وسهلا باي حد ينضم لينا. اطمنوا السويس ان شاء الله باذن الله اللي جاي فيها افضل واحسن كتير على عمل في المجال السياسي وفي المجال الخدمي. وان شاء الله باذن الله عندنا خطه في المستقبل باذن الله تنول، نتمنى من ربنا انها تنول وتكون عند حسن ظن اهلينا بينا والناس بينا. وبطمنهم بقول لهم احنا معنا درع وسيف في السويس. طب هستاذنك استاذ شريف، هستاذنك بس خليك معايا على الخط ما تقفلش. انا معايا النائب السابق ابن القطاع الريفي بمحافظة السويس الاستاذ جلال مازن. مرحب بيك يا استاذ جلال. اهلا وسهلا بالهنا. مرحب بيك، احنا طبعا استنيناك في ملعب السادات بنطاق حي الاربعين. طبعا كان في طبعا فريقين بيلعبوا بعض على كاس المرحوم اللواء حسن ناجي نائب رئيس الحزب ومساعد وزير الداخلية السابق. كلمني بقى استاذ جلال على، طبعا احنا استنيناك بس كلمني ما هو العائد او المترتب على محافظة السويس من الحزب، حزب الحرية المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا بشكرك على الاستضافة الجميلة دي، انما انا عايز اقول ان حزب الحرية المصري انشئ من حوالي ما يقرب من اقل من شهرين في محافظة السويس. تواجدنا بشكل مكثف، عملنا طبعا افتتحنا مقر، شكلنا الحزب تشكيل كويس بيمثل جميع اطياف الشعب السويسي من حيث الجغرافيا، يعني ممثلة في جميع الاقسام، ومن حيث التوازن القبلي، انت عارف ان السويس محافظه قبليه وعصبيه وزي ما فيها جميع الطوائف كلها. وبدانا في قصه افتتاح الحزب والتدشين، ربنا اراد ان حصل الحادث المأساوي بصراحه اللي هزنا كلنا وهو وفاه سيادة اللواء حسن، اثر علينا تاثير طبعا سلبي ورجعنا خطوه لورا في ان احنا ننتقد انفسنا، انما اراده الله نافذه تحت اي ظرف من الظروف. وطبعا قدر الله ما شاء فعل باراده ربنا، انما الحزب على الارض اصبح لي قاعده جماهيريه لا يتساهل بها في الشارع السويسي. حضرتك تعلم هذا الكلام. نعم. مش بسبب جلال مازن او بسبب شريف عيسى، لا، ده كوادر كثيره جدا محترمه ولا باع في العمل العام وموجوده على ارض الواقع، وكوادر كثيره جدا موجوده في الشارع السويسي اصبحت في حالة زخم وفي حالة ثراء للحياة السياسية. أصبح في حزب واثنين وثلاثة وأربعة موجودين على أرض الواقع. احنا معانا طبعا الأستاذ شريف عيسى معانا على الخط، أمين طبعا الحزب بمحافظة السويس. أهلا وسهلا أخونا شريف. أنا محترم. طيب عاوز تضيف أي حاجة يا أستاذ جلال؟ انا عاوز اضيف ايه بس عشان بس الشارع السويس محترم. شريف وجه جديد على الحياه السياسيه، شريف راجل شاب ممتاز عنده طموح على خلق، راجل محترم لا تشوبه اي شائبه، وتولى امانه الحزب في السويس، وطبعا انا عضو هيئه عليا في الحزب في القاهره، فبالتالي كلنا بنكمل بعض. مفيش حاجه اسمها عضو هيئه عليا ومفيش حاجه اسمها امين عام حزب ومفيش حاجه اسمها اي كادر، كلنا زي بعض، كلنا بنكمل بعض، مش حد هيكبر لوحده، كلنا هنكبر مع بعض. والهدف في الاخر اصلاح الحياه السياسيه، والهدف برضه الانتشار في وسط الشارع وحل المشاكل الجماهيريه بقدر المستطاع والتواجد في وسط الجماهير. ده طبعا ده املنا، وان شاء الله باذن الله موجودين على الارض ان شاء الله في الفترات اللي جايه. لكن عايز اقول لحضرتك بس اتفضل ان الحزب في السويس بقاله شهرين. نعم. يعني هل يستطيع احد أن يقيم تجربة سياسية على أرض فعلية على مدى شهرين؟ أنا بقول من وجهة نظري إن إحنا عملنا طفرة، أصبح اسم الحزب متردد في الشارع. نعم. بالإيجاب قبل السلب، نتيجة وجود كوادر محترمة موجودة فيه، وده برضه مؤثر تأثير مباشر في الشارع السويسي، وأصبح محط أو 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 محل جد لقاعدة كبيرة جدا من الشباب في الشارع السويسي في إنهم عاوزين ينضموا الى حزب الحريه. حضرتك تعلم ان احنا اغلقنا المقر الاولاني اللي حصل فيه حادث، وخدنا مقر ثاني في الغريب، وتأسس بشكل جيد، وبنحاول طبعا في الفتره اللي جايه، ولكن ظروف البلد ما بتساعدش نتيجه
الكورونا اللي موجوده وربنا يحفظ مصر ويحفظ اهل مصر بالكامل. اللهم امين. ولكن نتيجه الظروف اللي بيمر بيها العالم نتيجه هذا الفيروس، فبالتالي بنقف خطوتين لورا، انما موجودين على ارض الواقع المساعدات بالحد من انتشار الفيروس ومقاومته بالنظافه بالتوعيه باشياء كثيره جدا. لكن طبعا يعني بيشرفنا ان احنا يكون معانا قيادات زي الدكتور صلاح عطا الله، قياده زي الاستاذ احمد قطبي، زي زمان، زي امين التنظيم الاستاذ احمد بدريد، زي قيادات كثيره جدا موجوده معانا شرفنا طبعا وبنشرف بالعمل فيها معها، وزائد مجموعه كبيره جدا من اهل السويس ومن اصحاب الخبره. لا تتعفني الذاكره، مش عايز اقول اسمه وسيدي الباقي، انما وجوه مبشره بالخير ان شاء الله. املنا كلنا بنكمل بعض، احنا مش نازلين نتنافس مع حد، لا احنا نازلين كلنا بنكمل بعض عشان نوصل للمواطن، وده الهدف بالنهايه وليس الهدف الحصول على كراسي او اي اشياء اخرى. الناظر جلال مازن ابن القطاع الريفي بقطاع الجناين بمحافظة السويس وعضو الهيئة العليا بالمركزية لحزب الحرية المصري، أشكرك. أشكرك أولا على لقب الناظر، لقب الناظر ده منحني إياه، وهذا لقب يعني تابع على صدري منحني إياه. أنا الناظر عشان أنا متابعك، الناظر عشان أنا متابعك وأنت نائب عن محافظة السويس. فأنا بشكرك على المثقف المؤدب الجريء طبعًا، ودي شهادة طبعًا مجروحة لأن أنت أخ وصديق. ربنا يخليك. أشكرك أشكرك. أستاذ شريف عيسى طبعًا كان معانا الأستاذ جلال مازن عضو الهيئة العليا بالمركزية بالقاهرة لحزب الحرية المصري، وطبعًا يعني لسه قافلين معاه المداخلة. تلمتك. اولا انا بتوجه بجزيل الشكر والتقدير والاحترام والعرفان للناظر والاب الروحي والمدرسة السياسية المبجلة بمحافظة السويس النائب السابق ابن السويس جلال مازن، وبحييه على المداخلة الجميلة اللي كانت مع حضرتك حالا. وانا كنت لسه بقول لحضرتك، انا لما توليت منصب امانة او ما يعني كلفت ان انا اكون امين عام حزب الحرية المصري بمحافظة السويس، أنا كان معايا درعه، جيت الحزب دوت وأنا معايا درعه وسيف، هو اسمه الناظر جلال مازن، كلنا بنكن له كل تقدير واحترام. هو فعلا المدرسة السياسية الأولى بمحافظة السويس، بجانب زي ما هو تطرق في حديثه مع حضرتك وقال إن إحنا عندنا كوادر فعلا قوية جدا 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 في الشارع السويسي، حاجة فعلا مشرفة. اشرف ويعني ولي جزيل الشكر والتقدير ليهم ان احنا نتعاون مع بعض من اجل خدمه فعلا الشارع السويسي، وبكن لهم كلهم كل تقدير واحترام بدون ذكر اسماء لعدم نسيان اسماء لاحد. فعلا ان شاء الله بمشيئه الرحمن بالكوادر المحترمه القويه اللي موجوده معانا ان شاء الله هنكون افضل واقوى باذن الله، من ونكون عند حسن ظن الشارع السويسي بينا ان شاء الله تعالى. استاذ شريف قبل ما اقفل معاك المداخله، انا بعتذر لك على الهوى على حزب الحريه والعداله وهو حزب الحريه المصري، وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله اتجاه جمهوريه مصر العربيه. بالتوفيق. اشكرك. ما فيش ولا اعتذار ولا حاجه استاذ هاني، حضرتك انا بشكر حضرتك برضو على الهواء على اهتمام حضرتك ونقل الصورة السليمة المحترمة عن كيان محترم. أنا أشرف أن أنا أكون واحد منه، هو حزب الحرية المصري بمحافظة السويس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أن حضرتك بتنقل الصورة بشفافية. بالتوفيق. شكرا أستاذ شريف. شكرا. ياريت لو السيد المخرج يعني جاهز لتقرير أحسن لاعب نتفرج عليه. مشاهدينا الكرام اهلا بكم من ملعب السادات بنطاق حي الاربعين بمحافظه السويس. النهارده معانا طبعا الكابتن بيليا تيجانا، النهارده طبعا هو احسن لعيب
النهارده في مباراة اليوم. مرحب بيك كابتن بلي. مرحب بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا استاذ هاني؟ وانا بشكر كل القائمين على الدوره، وبنشكر محافظه السويس اللي هي بتجمعنا بالدورات في المحافظه، وبتجمع اللعيبه كلها القديمه والجديد ببعض، واحنا بنقول الحمد لله. والاداء ده زمايلي والاداء بتاع زمايلي هم يخلينا احسن لاعب ان شاء الله. شفت النهارده مباراه ولا اروع النهارده فعلا. بليه تجانا النهارده كل، مش هقول بقى ان جيل الصناعي والكلام ده، كل الارض فعلا. لا والله الحمد لله، والشكر بقول لك للعيبه بتوع اللي ساعدوني على قد كده، وانا كل مدى الاداء بيزيد يعني الحمد لله. بالتوفيق والنجاح. الله يخليك. الله يخليك. الله يبارك فيك. الله يبارك لك. ماشي. سمعنا طبعا وشفنا الكابتن بليا تيجانا. طبعا كنت بتفرج على المباراة ولا أروع. بليا تيجانا فعلا كل النجيلة هناك الصناعي، وكان بيلعب ولا أكني كان بيلعب على كاس العالم. روح رياضية محترمة، روح رياضية عظيمة يعني. حتى الفريقين بعض الشباب هناك بيلعبوا في طبعا أندية كبيرة بجمهورية مصر العربية، وبالتوفيق والنجاح. كل واحد هيعمل حاجة محترمة وكويسة في بلدي محافظة السويس، هنجيبه على الهواء على الشاشة بكل مصداقية وبكل شفافية. يا ريت لو يعني الكنترول جاهز يطلعني طبعا للأستاذ أحمد القططي والأستاذ شريف عيسى من داخل مقر الحزب، ونرجع تاني. طيب جاهز ومفيش مشكلة. فطبعا احنا اتفرجنا على تسليم الكاس، كان راشد طبعا وانا بتكلم، كاس اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق وطبعا نائب رئيس الحزب. يعني حاجة جميلة، حاجة محترمة. وانا سألت طبعا الأستاذ شريف عيسى طبعا صاحب شركة ايسل طبعا للتخليص الجمركي والاستيراد والتصدير، شاب محترم، شاب نشيط، شاب بيحب بلده، شاب وطني. سألته استاذ شريف انت نازل انتخابات عن مجلس الشعب؟ رد علي قال لي ولا مجلس الشعب ولا مجلس الشيوخ ولا اصلا هنزل انتخابات. احنا عندنا الحزب طبعا في بعض الكراسي هتبقى موجودة، او بعض الاشخاص هينزلوا، هيبقى عندهم عدد من الكراسي طبعا في الحزب، هيكونوا موجودين طبعا ان شاء الله في نزول انتخابات القادمة يعني 2020. فانا اما سألته رد علي قال لي انا مش هنزل انتخابات. عشان كده احنا بنجري وراء الناس اللي بتحب بلدها، الناس المخلصة لبلدها، الناس اللي عندها الوطنية. الوطنية دي ما بتشحتش، الوطنية دي في الدم. يعني اما واحد ينزل ويجيب اتوبيس ويعمل البانر بتاع الحزب بتاعه وينزل في الشارع ويجيب فريق العمل بتاعه من شباب لفتيات وينزلوا يسلموا على يعني احد العمال في الشارع، يديله دفعة روح معنوية طبعا. ولا كل حاجة الفلوس، ولا كل حاجة الوجبات. الناس كانت شغالة شغل باحترام. الحزب هناك يعني طبعا الأستاذ جلال مازن قال مفيش شهرين الحزب موجود هناك وعمل اسم في محافظة السويس او انشأ في مثلا شهرين. يعني مفيش حزب بيعمل اللي الناس دي بتعمله دلوقتي. وياريت انا بناشد من خلال شاشة الصحة والجمال، وبناشد من خلال برنامج الجريء اللي هو برنامجكم انتم المشاهدين. طبعا ياريت الجمعيات الأهلية، أنا عاوز أعرف فين دور الجمعيات الأهلية على مستوى جمهورية مصر العربية 27 محافظة. إحنا بنشوف الجمعيات كده دار مناسبات، أفراح، أعياد ميلاد، شاي وقهوة، شيش، الكلام ده. لا، مش ده دور الجمعيات. دور الجمعيات تنزل الناس اللي عندها للتوعية. إحنا في أزمة، في طوارئ. يعني احنا دلوقتي في أزمة وفي طوارئ، نعمل ايه؟ فين دور الجمعيات الأهلية؟
انزلوا وعوا الناس، الناس اللي بتنزل تقعد على المقاهي وبتنزل تقعد على الكافيتريات. طبعا نزل قرار رئيس الوزراء اهو بيتشمع للناس اهي اكل عيشهم عشان مش ملتزمين. انزلوا بقى وعوا الناس. دور الاحزاب، يعني احنا مش عارفين فين دور الاحزاب وفين دور الجمعيات. لو جبتوا الجمعيات هلاقي عدد مهول، عدد كبير. دور الاحزاب انا مش عارف. انزلوا اشتغلوا ووعوا الناس، يبقى في ثقافه مواطن، يبقى في ثقافه تعامل، في سياسه اداء. مش هنفضل بقى قاعدين نسمع للقنوات الماجوره الاخوانيه اللي قاعده بره تتريق كل شويه، تتريق او تجيب اي مذيع او تتكلم على اي مذيع حابب بلده. الناس اللي قاعده بره الماجوره دي على الشاشات الفضائيه عاوزين يهدوا مصر من اجل الدولارات، بيطبلوا للخونه بره اللي عاوزين يهدموا مصر. واحنا المصريين امه في رباط ليوم الدين، عمر مصر ما هتتهدم. وكله بقى في التراث، وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جم، سوره الفجر ربنا قال كده في كتابه العزيز. لو حضرتك جاهز للتقرير نطلع نتفرج عليه ونرجع تاني. حزب الحرية المصري وحصلت ظروف قضاء المولى عز وجل. طبعا يعني المرحوم او رحمة الله عليه اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق، عرفني متى سيتم افتتاح الحزب بمحافظة السويس. انا عايز بس اتطرق لحاجة، ان انا بشكر اهل السويس برضو ان هم دعوني النهاردة بنيابة عن الحزب كله ومجموعة الامانة العامة المتابعة معايا. ان محافظة السويس قامت بعمل دورة رياضية تكريما لاسم المرحوم رحمة الله عليه. ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني ان محافظة السويس في الوجدان، يعني احنا دلوقتي احنا في ظروف زي ما حضرتك عارف فيروس كورونا واللي حاصل، احنا في انقطاع مثلا 15 يوم ثم سنعيد افتتاحاتنا، وعلى رأس الافتتاحات هي محافظة السويس ان شاء الله. طبعا كلمتك بقى الناس اللي قاعدة على الشاشات الفضائية المأجورة الإرهابية الخونة اللي هم مش عاجبهم أي حاجة في مصر. بشكر حضرتك على تواجد حضرتك معنا النهاردة وقناتك الجميلة وبرنامج الجميل إن شاء الله. أستاذ شريف، النهاردة حضروا ضيوفنا طبعا من حزب الحرية المصري للمركزية بالقاهرة، النهاردة حضروا في محافظة السويس، وكنا طبعا في ملعب السادات بنطاق حي الأربعين. كلمني النهاردة عن اليوم، شفت يعني تسليم كاس عن المرحوم اللواء حسن ناجي مساعد وزير الداخلية السابق. طبعا كلمني عن تسليم الكاس وإيه اللي تم النهاردة في محافظة السويس، وطبعا كلمني عن ضيوفنا. اولا انا بتوجه للشكر للأمانة المركزية ولضيوفنا الكرام دكتور احمد القططي وأمين التقييم والمتابعة على تشريفهم وحضورهم الجميل النهارده معانا في حدث احنا يعني ده نقدر نقول عليه ان هو اقل تقدير واقل واجب من امانه محافظه السويس ومن حزب الحريه المصري على روح المرحوم رحمه الله عليه اللواء حسن ناجي. نسال الله تعالى ان يتجمده ويوسع رحمته. اليوم كان الحمد لله النهارده كان حاجه جميله. استاذه اميمه مصطفى عضو الامانه العامه لتقييم والمتابعه، ومعنا طبعا استاذه بوسي الطنطاوي عضو برضو الامانه العامه للتقييم والمتابعه. طبعا دكتور احمد القططي وكل الامناء المساعدين ليه بنرحب بيهم، طبعا ما ننساش منهم حد، واسف اذا كنت نسيت حد منهم. الفكره كلها وجود وتواجد الامانه المركزيه معانا النهارده بدكتور احمد القططي والاعضاء الامانه أمن التقييم والمتابعة كان شرف عظيم لينا النهاردة، وإحساس منهم بتواجدهم معنا ودعم منهم لأهالي السويس والحزب الحرية المصري في السويس، ودي حاجة كلنا بنقدم لهم الشكر عليها النهاردة. وبنأمل من ربنا سبحانه وتعالى أن احنا نكون عند حسن ظن الأمانة المركزية وعند حسن ظن أهل السويس بصفة خاصة. مشاهدينا الكرام، طبعا التقرير يتحدث عن نفسه من داخل طبعا مقر
حزب الحرية المصري بمحافظة السويس. طبعا سمعنا كلمة الأستاذ أحمد القططي، وسمعنا كلمة الأستاذ شريف عيسى أمين عام الحزب، وطبعا كان يعني حاضر هناك الأستاذ محمد عاشور أمين عام أو الأمين المساعد أو أمين التنظيم هناك بمحافظة السويس للحزب. وبنشكر الأستاذ محمد عاشور وبنشكر فريق العمل، وطبعا يعني وبكده هنكون انتهينا من حلقة اليوم. ويعني مش ها يعني أنا عاوز بس قبلي ما انهي الحلقة بنقول للناس الخونة اللي قاعدين برا اللي بيقعدوا ياخدوا فيديوهات ويعلقوا عليها للمصريين، الدولارات اللي انتوا بتاخدوها مش هتنفعكم. وطبعا سورة الفجر المولى عز وجل اللي اتكلم فيها بسم الله الرحمن الرحيم وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دقت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي لربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تابعونا في حلقة أخرى، وآخر كلامي الله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.